بديت نلعب في كرة من 2021، وكنت نلعب في كرة من صغيرة، وكنت نلعب في الحوش، وما كانش في يعني فترة دي كان في بنات يلعبن واجد. وبعدها درنا دوريات مدارس وخشيت في كرة القدم، وفازت مدرستي بالترتيب الأول على مستوى المدارس كلها، وتم اختياري من ضمن الفتيات لعب كرة القدم. اللي كانوا رافضين فكرة بعد ما لقوني اني نحبها ونلعبها وكي، فكانوا بدي كانوا رافضين، فيش حد كان فيش يعني بنت تلعب كورة يقولوا أنا في اجتماعنا الليبي، فهكي انا حبيتها فخلوني. ايوه، واجهنا حتى في المدرسة يعني عرم صعوبات، حتى المدير قال، مدير مدرسة نتاعنا قال بنات ما يلعبانش كورة وهكي، وحتى كان ما عندناش ملعب، طرينا يعني نعدوا نلعب في ملعب المدرسة اللي جنبنا، ونتمنى انهم يهتموا بالدور النسائي.